بوتس تي في، عيش الخبر أينما كنت. بهدف تعزيز المشاركة السياسية للنساء وتمكينهن من لعب دور فاعل في عملية صنع القرار، نظمت اليوم جمعية المرأة العاملة للتنمية دورة تدريبية لعدد من المرشحات للمجالس المحلية ضمن قوائم محافظة رام الله والبيرة. الدورة التي من المتوقع أن تستمر لمدة يومين تسعى إلى تمكين النساء المرشحات وتزويدهن بمعلومات حول قوانين الانتخابات وشروط الدعاية الانتخابية وكيفية استهداف الناخبين. صحيح أنه هو برنامج تدريبي للنساء اللي نزل المرشحات في القوائم المختلفة، كافة القوائم ما حددناش قائمة معينة، ما اشتغلنا مع حزب سياسي معين أو فصيل أو عائلة معينة، اشتغلنا مع النساء كافة لأنه إحنا هدفنا تمكين النساء وصولها إلى مراكز صنع القرار. الدورة الهدف منها أنه تدريب النساء على إدارة حملاتها الانتخابية، كيف تروج لقائمتها، كيف يكون عندها مهارات اتصال مع الجمهور المنتخب، كيف يكون مهارات اتصال مع أعضاء القائمة نفسها اللي هي موجودة فيها. وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من الدورات التدريبية التي استهدفت النساء المرشحات في مختلف محافظات الضفة الغربية. وترى المرشحات بأن هذه الدورات التدريبية مهمة في تزويدهن بالمعلومات التي تتعلق بالعملية الانتخابية من بدايتها وحتى نهايتها، بما يساهم في زيادة كفاءتهن وقدرتهن على تحقيق الأفضل، إضافة إلى تقوية جسور التواصل فيما بينهن. كتير التدريبات توجهنا لأن احنا كيف نتعامل مع هذا الموضوع، برشدنا كمان لأشياء كتيرة احنا يعني نجهل في هاي المواضيع، باعتبار ان احنا اول مرة بنفوت لهي الانتخابات. بتزيد عملية الوعي ده عند النساء اللي في القوائم ومرشحات، بتعمل حالة من التواصل. صار عندي نفس اني اروح على البيوت واحكي مع النساء من خلال تجمعات اكبر. يذكر أن الدعاية الانتخابية لجميع القوائم المرشحة ستبدأ يوم السبت 6 من الشهر الجاري وتستمر لمدة 13 يوما حتى تاريخ 18، هذا وسيكون يوم الاقتراع هو يوم 20 من هذا الشهر. شيرين الفار، تلفزيون القدس. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.